في عالم الصحة ومع تقدم طب الأسنان وخاصة التجميلي أصبح العديد من الأطباء يلجؤون إلى زراعة الأسنان، لكن عملية زراعة الأسنان لها عدة أسباب وشروط ومدة محددة لنجاح هذه العملية. للحديث أكثر عن هذه الزراعة أو هذه العملية ينضم إلينا الدكتور حمدي البنا. مساء الخير دكتور. مساء النور. دكتور، في البداية لو تعطينا بشكل بسيط ومختصر ما هي زراعة الأسنان؟ زراعة الأسنان هي مثل برغي بنحط بالعظم تحل محل جذع السن وبنستعمله يا للتلبيس يا دعم إلى أشياء متحركة تنثبتها. والمدة اللي بتستغرقها زراعة الأسنان، قبل أن نتحدث عن المدة دكتور، من الممكن أنه زراعة الأسنان تلائم بعض الأشخاص وبعض الأشخاص لا تلائمهم؟ بالمبدأ الزراعة بتمشي الحال بتقريبا 80 ل 90% من الأشخاص، أكثر الأشخاص بيقدروا يحطوا زرع ما في أي إشكال إلا إذا عندهم مشاكل صحية أو بعمر معين عندهم مثلا ترقق بالعظم. هلأ من ناحية العملية بتاخد 5 دقائق إذا عملية بسيطة ما فيها زرع عظم، بس فيها تروح للساعة إذا فيها مضاعفات مثلا زرع عظم أو تعليق جيوب أنفية أو توسيع عظم، يعني حسب الحالة بتعتمد. أيوة. من شخص لشخص بالضبط. هل أفضل ما هو أفضل سن لزراعة الأسنان، وهل يمكن أن تصاب زراعة الأسنان بعد عدة سنوات؟ هلأ السن المناسب المريض يقدر يبلش زرع هو عمر 17 سنة، قبل 17 ما في يزرع سن، يعني إذا كان ولد خسر سنه بننطر تيكمل نموه بعدين بنقدر نزرع، ونقدر نوصل فيها ل 80 و 90 ما ولا مرة وصلنا 90، بس حتى زرعت مرة لمريضة 87 سنة. الزرع أكيد بدنا نحافظ عليها مثل السنين الطبيعيين، إذا المريض همنون فيها تروح الزرع مع الوقت من الوسخ ومن أشياء معينة. وهل يمكن قلع السن وزراعة في نفس اليوم؟ هلأ زراعة السن بعد القلع إذا كان ما في التهاب، مثلا إذا كان أكسيدان سيارة أو أكسيدان وقع الولد على الشاب على السنين وخسر سن فينا نزرع، بس مستحب أنه ننطر شهرين وبعدين نزرع، نسبة النجاح بتكون أكبر. أوكي، بيعتمد على نفس الشيء، يعني لأنه أنا بسمع بعض الأشخاص بنفس اليوم بيخلعوا الضرس وبيزرعوا. تنعمل بحالات معينة، بس نسبة النجاح بدل ما تكون 98% فيها تنزل لـ 87%. كم من الوقت يمكن الانتظار للحصول على التاج بعد الزراع، يعني المدة بين الزراعة ليركب التاج؟ عادة بعد الزرع فينا ننطر من الشهرين لست أشهر، يعني إذا في زرع عظم بنطولها، وإذا ما في زرع عظم والعظم مناسب فينا حتى بعد شهر ونص شهرين نحط تاج والمريض يقدر يستعمله. بس دكتور المدة الاعتيادية، يعني إذا كان كل شيء تمام بهاي أي الحالة والزراعة، كم المدة من الوقت اللي بتتم فيه الزرعة لحد تركيب التاج؟ شهرين هيدا أقل شيء، بس إذا كان شي فوق بيكون شوي منطولة أكثر، هو الحكيم بقرر بقول عملية، إذا كان العظم قاسي بيقدر يقول له للمريض بعد شهرين فيك تلبس، إذا لقى العظم شوي طري بينطره من 4 أشهر 6 أشهر الماكسيمو بيقدر يرجع يلبس. يمكن أن يمنع التدخين أو يمنع التدخين نجاح زراعة الأسنان؟ بالمبدأ التدخين يعني المدخنين الكبار ممنوع نزرع لهم، لأن التدخين بيأذي للزرعة وما بيخلي العظم يلحم، وإذا لحم العظم على الزرعة مع الوقت بترجع بتروح الزرعة لأن بيكون في عنده نشيف وفي أشياء تانية، يعني بيمنع المرحلة تبعت الاستشفاء لا تنجح الزرعة. احتمال بيكون ضئيل، هلا كثير المرضى بيكونوا مدخنين، بس المدخنين كتير مستحب ما ينزرع لهم. الصيانة المطلوبة لزراعة الأسنان ما هي؟ مثل الأسنان الطبيعية، لازم يفرش المريض صبح وعشية، يستعمل الخيط ويزور طبيب الأسنان كل 6 أشهر، مش أكثر من هيك. لماذا يوجد فرق كبير في سعر الزرعة؟ هلأ الزرعات تختلف من زرعة لزرعة إذا عندها مرجع علمي وكيف مصنعة وبأي بلد مصنعة، ومشان هيك في اختلاف بالأسعار، يعني بيكون في نوعيات مختلفة. بالضبط. نحن بهذا السؤال الأخير نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المقابلة. كل الشكر لك الدكتور حمدي البنا، أخصائي جراحة وزراعة الأسنان.